السلام عليكم أحبتي وأصدقائي متابعي قناتي الأعزاء، أتمنى تكونون بخير وصحة وعافية، وجناكم بآخر أخبار الكرة العراقية. لكن قبل هذا لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يصلكم كل جديد، ورأيكم يهمني اتركوا صندوق التعليقات ولا تنسون الضغط واللايك، وإذا تحبون شاركونا بثوث شبه يومية على صفحتنا من إنستغرام، هذا الرابط موجود في صندوق الوصف والتعليق المثبت. يلا خلينا نبدأ الفيديو. العراق في أجمل الأوقات وأحلى اللحظات، كرة عراقية مثالية وفنية. رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن عدنان درجال يتواصل مع اللاعب كيفن يعقوب من أجل الاطمئنان على صحته والتأكد من وقت إجراء العملية الجراحية والتي متوقع أن تكون في منتصف هذا الشهر في العاصمة الإنجليزية لندن، موجها المدير الإداري المنتخبنا الوطني كابتن مهدي كريم بالتواصل مع اللاعب بشكل يومي حتى موعد إجراء العملية لغرض دفع تكاليفها من قبل اتحاد الكرة. مصادر تؤكد بأن مدرب منتخبنا الوطني كاساس قد طلب بمفاتحة منتخبات الجزائر أو مصر لغرض قيام مباراتين وديتين في البصرة خلال شهر 12 المقبل بعد تردد بعد تأجيل كأس العرب فيفا بسبب قرب انطلاق نهائيات كأس آسيا وكأس أمم أفريقيا. كأساس يريد استغلال تواجد المحترفين بعد توقف دورياتهم وسبب احتفالات رأس السنة الميلادية 2024. وأفادت هذه المصادر بأن الاتحاد العراقي لكرة القدم قد فاتح نظيره الكوري الجنوبي لغرض قامة مباراة ودية على أن تكون في البصرة أو حتى لا يمنع أن تكون المباراة في العاصمة القطرية الدوحة. هذا سيعتمد مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كأساس على المدافعين سعد ناطق وماسيس آرتي كقلوب دفاع أساسيين خلال كأس آسيا. كأساس حسم مركز الدفاع بالكامل بعد إضافة اللاعب حسين علي وماسيس آرتي. بطولة الأردن الرباعية الودية اللي راح تنطلق في الشهر العاشر المقبل، هذا جدول مباريات من لعبات منتخبنا الوطني حيث سيلتقي في المباراة الأولى منتخب إيران ضد منتخب الأردن عند الساعة 7 مساء، يليها مباراة قطر ضد منتخبنا الوطني المباراة الثانية ستكون عند الساعة 9 مساء. البطولة ستكون ضمن أيام فيفا داي، أي يعني جميع المحترفين سيتواجدون فيها، علما أن المباراة الأولى سيلاقي المنتخب الفائز من المباراة الثانية. يعني المباراة راح تكون مواجهة مباشرة بين كارلوس كيروش مدرب منتخب قطر وخيسوس كاساس مدرب منتخبنا الوطني. البرتغال ضد إسبانيا مباراة رد للاعتبار لكاساس أمام كيروش. وكانت مصادر قد أكدت بأن مدرب منتخبنا الوطني كاساس سوف يضيف 5 لاعبين منتخب الشباب لجروب اللياقة البدنية إضافة إلى محترف نادي ستوك سيتي على حيدر. اللاعبون المستدعون هم 5: علي جاسم، عبد الرزاق قاسم، علي صادق، كاظم رعد، وحيدر عبد الكريم. أنتم جمهور رياضي، شنو رأيكم بهذه الاستدعاءات الخمسة لمنتخبنا الوطني؟ بعد أن كان منتخبنا الوطني يعاني من نقص في مركز الظهير الأيمن، هناك 3 محترفين ينافسون على الظفر بهذا المركز، وهم كل من علام محي الدين المحترف في دوري الدرجة الأولى السويدي، علاي فاضل المحترف في نادي غودنبرغ السويدي، وحسين علي محترف نادي هيرنفين الهولندي. رأيكم من الأفضل يشغل هذا المركز؟ نتمنى أن يستحقه بجدارة من يكون هو الأفضل فيه. وعن المحترف الآخر القادم لصفوف منتخباتنا الوطنية واللي هو أي مارشير، حيث أفادت مصادر بأن كاساس رحب بخطوة استدعاء مارشير تمثيل منتخبنا الوطني وشجعه عليها، ما يفعله الآن كاساس لا يصدق حيث لم يفعله أي مدرب من قبل. أما عن لاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، رسميا ستكون أول مباراة للاعبنا والنجم خط وسطنا زيدان أقبال مع نادي أوترخيت الهولندي ضد نادي إسبانيول إسباني يوم 5/8. المباراة ستكون في ملعب أوترخيت، متوقع حضور كبير جدا للجماهير. أيضا ستكون هذه المباراة منقولة على قناة أبو ظبي الرياضية. المباراة ستنطلق عند الساعة 6 مساء بتوقيت بغداد. يلا أبو زيز جاء موعدك. أما عن مهاجم منتخبنا الوطني والمحترف في نادي ويمبلدون الإنجليزي علي الحمادي، حيث أنه متوقع أن يرتدي اللاعب علي الحمادي الرقم 10 في الموسم الجديد مع نادي ويمبلدون الإنجليزي. رغم ذلك فهذا ليس تأكيد على بقاء اللاعب مع ناديه، خصوصا هو الآن يمتلك عدة عروض من أندية الشامبيونشيب. يلا بالتوفيق لك يا علاوي. أما عن الفدائي ونجم دفاع منتخبنا الوطني سعد ناطق المحترف في نادي أبها السعودي الذي قال
بلا شك أن التواجد في الدوري السعودي سوف ينعكس إيجابياً على مستواي الشخصي. أتمنى أن أشاهد لاعبين عراقيين أكثر يحترفون في هذا الدوري المتطور. الشهر 9 المقبل سوف أنضم معسكر فريقنا في أزمير استعداد الموسم المقبل من الدوري، والذي سوف يشهد منافسة غاية في الأهمية بعد استقطابات كبيرة التي أبرمتها الأندية تحضيرها للموسم المقبل. استغربت كثيرا من انتشار صورة قديمة لي رفقة الأخوة من إدارة مدربي نادي الشرطة خلال تجديد عقدي في وقتها وقبل أكثر من عام مع النادي الذي أكل له لجمال كل احترام والتقدير على أنه انتقال لهذا الموسم هي معلومة عارية عن الصحة. أمنيات القلبية على من يتناقل أخبار أن يتحصل على المعلومة من مصادرها الرسمية كلا يدخل الجمهور الرياضي في حالة إرباك هو في غنى عنها. أما عن نجم منتخبنا الشبابي يوسف أمين في خبر خاص وكبير، أراني سلوت مدرب نادي فينورد بطل الدوري الهولندي الممتاز سيمنح فرصة لبعض اللاعبين الشباب ومن ضمنهم يوسف الأمين. نادي فينورد سيخوض عدة مباريات ودية هذا الشهر، المباراة الأولى ستكون ضد نادي بنفيكا بطل دوري البرتغال الممتاز، المباراة الثانية ستكون ضد نادي سانت خيلويزي ثالث الدوري البلجيكي الممتاز لكرة القدم، المباراة الثالثة ستكون ضد نادي كلوب روج رابع الدوري البلجيكي. كسب ثمين وطفرة كبيرة للاعبنا ونجمنا يوسف الأمين لو أعطاه هكذا فرصة. هذا ويعتبر يوسف الأمين ثاني أفضل موهبة عراقية بعد زيدان أقبال. خلال السنة المقبلة سوف يلمع نجمه في الملاعب الهولندية على خطى كل من اللاعبين لويس سواريز وحكيم زياش. نتمنى التوفيق ليوسف الأمين في هذه المباريات. وأما عن نجم منتخبنا الأولمبي المحترف علي الموسوي الذي صرح قائلا: لأول مرة أكشف هذا السر، أول يوم ارتديت فيه فانيلة المنتخب العراقي امتلأت عيني بالدموع لأنني تذكرت موقف المدرب السابق علي هادي الذي كان يحاول الوصول إلي لأجل ضمي إلى منتخب الناشئين في وقتها، علما أني كنت في مرحلة التأهيل وقتها من الإصابة التي بعدتني مدة سنة كاملة تقريبا، ولم يسعفني الوقت للتواجد مع المنتخبات العراقية في ذلك الوقت. أتمنى الآن أن أقدم لمنتخبنا الوطني الإضافة وأن أكون جزء من عائلة الفريق الذي سيتأهل أولمبياد باريس وكأس العالم إن شاء الله. أما عن النجم الآخر لمنتخبنا الأولمبي ومهاجمه بلانت حسن، حيث يتم متابعة بلانت حسن من قبل أحد الأندية القطرية ومطلوب أيضا من بعض الفرق الجماهيرية في الدوري العراقي. برأيك أنه اللاعب بلانت حسن يفضل البقاء في أوروبا أو الانتقال الخليج أو الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم؟ شنو رأيكم؟ خلوه بصندوق التعليقات. الكثير من المتابعين يستفسرون عن موضوع اللاعب هيران أحمد اللي يمر بظروف صعبة. اللاعب حذف حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، اللاعب ضحى بمستقبله من أجل بلده العراق وترك النادي الذي استدعى في مباراة ودية ضد الإكوادور والمكسيك. قد يقول البعض أنه تصرف غير محترف، لكن اللاعب حاب يثبت وطنيته للعراق. اللاعب أراد اللعب في هذه المباريات المهمة وترك ناديه بسبب حبه للعراق وتعرض لأقصى العقوبات. راح يقول البعض إيه هو اللاعب محترف المفروض ما يترك ناديه، لكن الولد حاب يثبت بأنه عراقي الأصل. نتمنى من الاتحاد العراقي وندري أبو حيدر عدنان درجال ما يقصر أن يساعدوه لأنه حرامات نفقد هيك إمكانية. أبو حيدر هذا اللاعب ذمة في رقبتك، لا تضيعون مستقبله، حب أن يضحي للعراق فخلنا نضحي له شوية ولو عن طريق التواصل معه بهاتف أو الاستفسار عن وضعه لأنه اللاعب غاب بشكل مفاجئ. نتمنى من عندك يا عدنان درجال وانتقدها وسويها وتتواصل وياه. في حين أكد الإعلامي والصحفي كرر محسن بأن عدنان درجال سوف يتصل باللاعب هيران أحمد بعد الأزمة الأخيرة التي عصفت بلاعب منتخبنا الوطني هيران أحمد مع ناديه السويسري وبعده عن الفريق الأول بسبب التحاقه بالمنتخب الوطني وبعد المطالبات الجماهيرية شخصيا. تكلمت مع عدنان درجال رئيس اتحاد الكرة ووعد متابعة أمور هيران وسوف يتواصل معه شخصيا بعد عودته من السفر وتذليل المشاكل التي يعاني منها اللاعب مع فريقه كون لاعب منتخب وطني. شكرا للصحفي كرار محسن.